قصة بتاع اللي بدأت ان انا ابقى بطلة. كنت عاملة حادثة وانا صغيرة، كانت كنت بعدي سكة القطر، كان عندي 8 سنين، وكان عشان اطلع الشارع بره كنت لازم اعدي سكة القطر، وكان القطر جاي قبل ميعاده ب10 دقايق فاتخبطت. فمن هنا جت قصة وحصل لي بتر في رجلي الاثنين، ومن هنا بقى جت قصة ان انا العب رياضة. كانت مامتي ليها فضل جامد عليا، وكانت دايما بتشجعني، كانت دايما بتشجعني، كنت بحس ان هي اللي بتلعب مش انا. عرفت منين طيب يعني ان في رياضه وان ممكن ان انت تتفحصي؟ كان في دكتور سامح سالم، هو اصلا الدكتور بتاع اللجنه، رئيس الدكتور يعني، هو اللي شجعني، هو اللي كان عارف حالتي، وهو اللي شجعني ان انا عرفني ببداية الرياضة اللي هي كانت السباحة. وبعد كده دخلت في مجالات كتير، رياضات كتير، بس قدرت احقق نفسي في الكانوي، واللي قدرت اسوق فيها بطولات عالم. سوبر، مبسوطة جدا معاكي اكتر والله. شكرا.